أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نزل علينا القرآن وهدانا بنور القرآن ولم يجعل له عوجا بل نزله قيما مفصلا لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ذلك الكتاب لا ريب أحكمت آياته ثم فصلت بالهدى والحق بشيرا ونذيرا يهدي للتي هي أقوم ومصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه ثم الصلاة والسلام على من علمنا القرآن على نبينا وحبيبنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى من سار على دربه واتخذ القرآن منهج حياته إلى يوم الدين أما بعد يا قوم فيا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بلفو برنامج جين حيوتك قرآن قابا ميلوية مرتر إس لقرآن تلك النات إياه وصان نبر قرآن يهوني أن لنبتني حيوت مسمر أقطع جام يا سيزلين يهيوت ممر يعني تاريع انداد جمع مر قرآن تأمر مهنون لنبي صلى الله عليه وسلم يتسطعش وتأمر مهنون يداس سنبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حديثة لي ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات على مثله آمن عليه البشر من ملكو نبي الله لكم يا حزب أم يعمل بتن تأمر يتسطو بهن جي وإنما الذي أوتيته وحيا لن يدكم يتسطين ريفليشن ودني تورد اللين رأينا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة يوم القيامة بزي قرآن بزوتك التعين الجي ودقي تاي أما تعلو بي تسفع درقال له إلونا تاري أبا بألفو بروغرامات شين إيان لانو نبيات كقيتات شو كفت عري زند كالله زند تأمرات اللي تسطات شو إيداسة سنبر كاستاو وسعت شهوم يتلع أيو نبيات عندما السالات ستنال صوت لا الله يا الله نبي يوجن مجمر يا نبي الله صالح من تأمر عند ست عشرين عام كزام يا نبي الله موسى عليه السلام عين كزام عسكتلن يا يسوس يا نبي الله عيسى عليه السلام تأمر عين ياندو نبيات سلاكو يا حزب يتوك أبتن تأمر يتوك أبتن يوك أثمتن أمي عشان نفس تأمر يزون ميمة سنل مدى سساتشن يتوصل فهذا بكتر ويتلعينو نبي الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلاكو يزوتي متو التأمر من جنو قرآن النو ساتو سلاكو قن هزمو بمن يتوك نبر وكانوا رعاة الغنم كبت تباك يوج قمل السمار يوج في البدار بيوشني نبر تراسو جنو نبيكم صلى الله عليه وسلم بذي قرآن من رعاة الغنم إلى رعاة الأمم ككبت أباكي على ما استدار يا ركوت يقول محمد غنيم بن البال قطعني قبس قطعني من الملاد أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداد أحياب كنبي محمد تأمر فهل قال لا تفندي أي بك أتشو مندي كموت يكسك أساتشو نزاتو للدوج صحابة أولانا بني نبار أو تعملات كوني نبار كتوسنو توج لدوج أتشو نكو يكبرو ينبارو تو للدوج أتشو كذا كموت بتكسكسو يعلم نري أدرقو أتشو كتلعلك عالمين يعلمين تاريك كاسكي ومريو تجست أدرقو أتشو يكفيه شعب من الأجداد أحياؤه كموثي كسد كسو تولد إن تأمري بك عجوالي لال سنة صحابوكو سينا قرنا ويهي قتامي نبي صلى الله عليه وسلم سيلاكو عرموكي توارنو نصوش ناتشو إذن لالو مؤرخوكو تاريك سعافيان هستوريان اسمان لالو عرموكو بتاريكاتيو كينجزات تيزوهاكو لذي نسلاتشو إن ذا كينجزات ميقزوت هزبوك نقستات عربوچن بقي غزان غستنال ማለት ለነሱ ክብር ስላልነበር ይዘን አንዳንድ እኮ ቦስ ተታረገበት መታገጥበት ለጥም ይኖራል
ራራፍ ወርቆ ወጥቻለሁ ትል ግርማ ሊሆን ይችላል ግርዘ ነው አሁን አንድ ሰው ቡልስ ከዱባይ ጭኛል ምናም ብሎ ለመተበት ይመቻል ብዙም አይሄድም ማጣባል አይደለም ሳም ለአማናት ግን እንትን አይደለም ለቦስቲንግ አይመቻም አረቦችን እንኳን አስተዳድር ያሉ ማለት ክብር አይደለም ውርደት ነው ግርዘ ነው አንድ ጓደኛዬ ባለቤቱ ቡልስ ገዛና ያ ወደ ስራ ለማመላልሳ ወልስ ገዝቻለሁ ከዛሬ በኋላ በዚች ለምንመላል ፈላል ታዲያ ቢስቱ ምን ብትለው ይሻላችኋል እንግዳማ ኒቃብ ግዛልኝ አለች ከዛ ውስጥ አስተት ሰውናያት ማለት ምን ለማለት ነው የተፈለገው ለቦስቲግ ለቦልስ አሁን አይመች ሷም ኒዕማ ብትሆን انا كل العربوتين غزات ቀይ ግዛት ገዝቻቸዋል በኔ ስር ናቸው ለሱንም ኮኔን ማስተዳደር ማለት ለነዛ ነገስታት ክብር አለበረ ለዚህን ግመል ጠባቂዎች ማስተዳደር ለሱ በቅን ግዛት ስር ማድረግ አይመች ክብርም አይደለም አልከሷቸው ነበር እርስ በርስ የሚገዳደሉ ፍጣናትን ከነህይወቱ የሚቀብሩ ተራፍቆች ናቸው ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዓለምን የሚያሸንፉበት ለወደፊትም ፊትም ያልተደረሰበት አንድን ብቃት ሰጣቸው ثم بقات مدنو وكانوا شدات الكلمة وصناع الحرف الوحشان يسنى صوف بتكاتاتشو يقوان قوى بكاتاتشو عربوشن يوود عدر طول الدالتا قيت امسي قاتمو بيت سيمتو سبحان الله تأمرنو يقوان قوى نبوسوشن برو بدأم ميقرواتشو لقيت امكالاتشو كبري تنسا አንድ ግጥም በጣም ልቆ ሲያስደምም የአመቱ ተሸላሚ ግጥም ሲሆን ለክብሩ ያ ግጥም ቁረይሾች ያዳንቁት ያካብዱትና ካዓባ ላይ እንዲንጠለጠ ያደርጉታል አልሙአለቃት ይባላሉ ተንጠልጣዮች ካዓባ የተከበረ የአላህ ቤት ነው ነሱም ያቃሉ አብራሃ ተልአሽረም ሊያፈርሰው ሲመጣ ካዓባን አፈርሳለሁ ብሎ በመጣ ጊዜ አላህ በሱ ላይ ምን እንደፈጸመ አይተዋል فجعلهم كعصف مأكول የተበላ አዝመራ ያደረጋቸው ያአላህ ቤት ነው ታዲያ ከዚህ ከሚያከብሩት ከተከበረው ቤት ላይ ይግጥም ለክብሩ ይጠለጣል በአረቦች ታሪክ የተንጠለጠሉ ግጥሞች ቁጥራቸው 7 ብቻ ነው በጣም ለግጥም የነበራቸው ፍቅር ሌላ ነው ብቁ ነበሩ ሐዲስ ላይ ስታነቡ ፈንበራ ማለት ሳይዘጋጅበት ድንገት ተነስተው መቶ ቤት ይመታል የግጥሙ ጥንካሬ ለአንዱ ግጥም አንድ መጽሐፍ ተሰብታለ ስታነት ነው ብዙ ሐሳብን ጨምቀው አንዱ ስለሚከተት በጣም ብቁዎች ነበሩ እነዚህ ግጣሚዎች ሲፈልጉ በአንድ ግጥም አንድን ማህበረሰብ ያነሳሉ ሌላው መጣል ይችላል አንድን ጎሳ ማንገስ ሌላው ማርከስ ይችላል አንድ ታሪክ ልንገራችሁ አንድ ጎሳ ነበር ይህ ጎሳ በኑ አንፊናቃ ይባላል በኑ ልጆች ማለት አንፉናቃ የግመል አንፍ አፍንጫ ልጆች ይባላል ስማቸው ይሄ ታያነሽ ሰዎች የግመል አፍንጫ መባላቸው አፍ መባላቸው ያፋፈራቸው እኛኮ እንንተና ጎሳለን ይያሉ ወደ ሌላው ይጣጋሉ ያኮ ከነዛ ነው ዘራችን እዚህ አይደለንም ይያሉ ይጀጁታል አንድ ታዋቂ ገጣሚ መጣ ታላቅ ገጣሚ እነሱም በአንድ ግጥም አነሳቸው ወቃል ብሎ አለ ሆም ቀውሙን ህዝቦች ናቸው ሆሙል አንፉ ወልአድና ቡዱነሁሙ ወመን ይሰዊ ቢአንቲና ቀቲደና ባአል እነሱኮ ህዝቦች ናቸው هم القوم هم الانف الناس عفوش ناتشو بلسنا هم الانف والاذناب دونهم جرات دقمكو على تشونو ومن يسوي بانف الناقة دنبا ما ان وعف الناف انشام جرات ميعود الدرال الناس كمن ناتشو كفيت ناتشو ليلة وسام بنو جرات كذابو حلا مكرات شمفر ያኩ ይጉሳን በሩአምፍና ቃን ጉዛራች ማኩራስ ጀም በአንድ ግጥም ተነገሩማ በግጥም እንደዚህ ቢራቀቁ ይችላሉ
ምነዋ ቋንቋቸው የተመቸ ነበር አረብኛ ቋንቋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚገርም ተአምር የሰጠው ቋንቋ ነው አረብኛ ቋንቋ እንደሱ አይነት ቋንቋ የለም ይባላል አሁን በአለም በቋንቋዎች ደረጃ መጀመሪያ እንግሊዘኛ ከዛ አረብኛ ይወጣ ሱብሃንአላህ ግን አረብኛን የሚወዳደር ቋንቋ አልተገኘ ቋንቋ ምንመሰረተው ከምንድን ቋንቋ ምንመሰረተው ከስም እኮ የቋንቋ ምንጩ ኦሪጂኑ ምንድነው ስም እኮ وعلم الادم الاسماء كلها الله سبحانه وتعالى مجمر ادم من صفاته يستمرعه من سمنا سيامين يكونوا اوريجين منين منجو سيامين ابن عباس من يقول الله سبحانه وتعالى ادم استمرعه من بلو ايه ورقتنا ايه ونبرنا ايه مبراتنا ايه تلفزيوننا يا لا استمرعه يلا የቋንቋ ኦሪጂን ምንጩ ምንድነው ስም ነው እና በዲው ስትከፋፍሉት እንግሊዘኛ ከምንጩ ጀምራችሁ ብትከፋፍሉት ብታራቡት ሊደርስ የሚችለው የመጨረሻው ቁጥር 12 ብቻ ነው 12 ለምሳሌ speak የሚለውን ቃል ሰጥ speaking spoken እንዲያልክ ልትከፋፍሉ ትችላለህ እስከ 12 አረበኛ ግን ስንት ይመስላችሁ 13 14 አንዱ ቃል 40 ድረስ መጠንተል ይችላል አላሁ አክበር ከዚህም በላይ ሙረከባት ይባላል ተደረበው ትርጉም ይዘው ይመጣሉ ይገርማል ቋንቋቸው እንደ የመጠቀ ስለሆነ ይሄን ይገጣጥሙት ይሰፋፉትና ግጥም ሲያወርዱ ንግግር ሲናገሩ እጅግ በጣም አንደበት አርቶሽ ነበር ታዲያ ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ በቋንቋ የመጠቁትን በቋንቋ አንድን ጎሳ አንስተው ሌላውን የሚጥሉ ትውልዶች ላይ ምን ይዘው መጡ የቋንቋ ምጥቀቱ ታላቅ የሆነውን ቁርአንን ይዘው መጡ አንበረከቋቸው ፈቱ ቢአየት ምንምስል እናንተ ቋንቋ ንጉሶች አይደላችሁ እስቲ ቁርአንን የሚመስል አንድ ታንቀጽ አምጡ አሏቸው አልቻሉ ቁርአን ተአምር ነው የነሱን የቋንቋ ጥበብ አሸንፎ የመጣ ተአምር ቀደም ብያችሁ ይለ ያንዳንዱ ነቢያት ያ ህዝብ የሚታወቀበት የሚያሸንፍ ተአምር ይዞ ይመጣል ነገር ግን የቁርአን ተአምር ይሄ ብቻ አይደለም ተጨማሪዎቹ በስፋት እንዳሳለን አብራችሁ ቆዩ አጥራቁ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب هازم الأحزاب مجري السحاب ثم الصلاة والسلام على من علمنا القرآن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تملكاتو تشاتشين ببالفو التكتاتي بروغرامو تشاتشين لي سلا قرآن تأمر يأيين نبر أهونم كاتكت ليك أبفيت لقرآن تأمر نبي صلى الله عليه وسلم يتسطعشو تأمر السود الدهونا سندهس نبر قرآن تأمر تلك النتي يأيين نبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يزوتم يمتو التأمر يا جنريشن يا تولب دمي تاوك ابتن يقوان قوامت كتن مياشن لس متكت يعلو قرآن لذي يمتو بات عمي قرماتشو قرآن كمان تأثوه فيت عربوش نققرن كولت تكفل سنبا عند قد أمينو تان كولت سد نبا قرآن سيمت عن ناس يشن لفاتشو كسوس كفلت نققرن سد نبا يزمنا قرآن هلو قلتنا كسوس تكفلو منو قرآن يجيت ميزة تحبة الله بيت عمتاتو ستكتاتل مين قلت أمان الله سدنا بقى من داتلو قلت أمي مثل يبيت عمتات زي بي الله سدي من عمارات الله شو كسوس تكفلو قرآن النبي صلى الله عليه وسلم يزومتنا تودع الدروات شو نعم تموهنا جن سوميهن أغان تسبسبو ቁርአንን ለማምጣት ቢችል ማምጣት አይችልም ወለው ካነ بعضكم لبعض ظهيرا
አንዱ ባንዱ ጋር ተጋግዞ ጅንኑም ሰው ተሰብስበው ተፈላስተው ገጣጥ ነው የቁርአንን ዘይብ ያለው ንግግር ይዞ መምጣት አችሉም ማላቸው ፈቱ በሚትሌ መጀመሪያ እስኪ ቁርአንን ይመስል አምጡ አላቸው አልቻሉ አንድ ሺህ ምዕራፍ አምጡ 114 ምዕራፍ አለው አንዷም ይመስል አምጡ አላቸው አልቻሉ ታዲያ አላህ ምን አላቸው ፈቱ በአያት ምምትሌ ቁርአንን ይመስል አንድ ታንቀጽ እስኪ አምጡ አልቻሉ ከዛዛቻ ቀረበባቸው فإن لم تفعلوا إهما ركا لشالاتشو ولن تفعلوا لو دفتم عطا درقتم قادا يساتن قطعت تتنققوا لاتشو أنتو مكابل لشالاتشو هل محمد تكتلوا سيل الله ذات شاك عرباباتشو قرآن تأمر يا قرآن تأمر لأي تميع درقوا منو يمسلاتشو هل قرآن لأيان داندو زمن أميساكو تأمر هل لأن العرب تولد بقوانقوا لمتكو ساينس لماكو العرب تولد يقوانقوا تأمري زوبت مت قال سنة زمانات اللي يساينس أو تأمر يسول جناول هالد سلة أفر مرمر سلة مريت الجنباب ترى روشن ديت شكال اندوهنو سينا قرى قولسنا ومثلو إن موريس بوكي سلة ساينسو لنا قولش لالو قرآن لي ከደረሰበት ለመدرس መጣራ አለብን ይላሉ ታላቁ ተመራማሪ ዶክተር ሞሪስ ቡኬ ያዘው ተአምር ለተውልድም ይፈቃል ሁለተኛ ቁርአንን ለየት የሚያደርግም መሰላችሁ እያንዳንዱ ነቢያት ይዘውት የመጡት ተአምር ለህዝቦቻቸው ብቻ ታይቶ የሚቀር ገልጸ ነው ህዝባቸው አይቶት የሚቀር የቁርአን ተአምር ግን ለኛም የሚሆን ነው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ نبي الله عيسى موسى ليلهم نبياتك الناس يتأمر كل حزب سايتوال نبي الله عيسى يسوس متانكس كسوال نبي صلى الله عليه وسلم شارك ان كفلوال بدوات عربوش متو يسوس انت تأمر الله عليه ليلهم نبياتك تأمر سايتوال اسكي انت تأمر سايالواچو من لا سايياچو شارك ان كفلات على شارك اكو بلانيتنا غزوفنا اقانات اندي متسبر كفلات الله عايشيلهم بلاون الله ان دعاء دركو الله شرقان كولت كفلب لاچ اقتربت الساعه وانشق القمر ساعتيتم قربت شرقايتم تكفلش من القران يا ترده تكفلت ايه انت امر ايو تنكتو انت يتكفت ايه نجد يتكسف يجلا ايه دغمت نو بلاو ششو ይሄን ተአምር እኮ አሳይተዋል እጃቸው ላይ ውሃ ፈልቋል ሙታንን እኮ አስነስተዋል በዱዓቸው ነገር ግን ይሄ ተአምር ዛም ይቀር አሁን ያለ ትውልድ ሊያስተባብለው ይችል ይሆናል ስታት ቢሆንም ለምሳሌ ነብዩላህ ኢሳ ሙታንን ቀስቅሰዋል ሲቀሰቅሱ ያያለ እኔ እናንተ ማህ ይለማ አላምንም ሊል ይችላል አንስ ምንድነው መረጃ ይቀሰቅስ ይቀሰቅሱ የነበረው ህዝብ አይቷል አምኗል ني مكسكساتهم بملاك تشلالو ليلي تشلال نبي الله موسى بزنغاچو ونزن الله كفلاتشو كولت كفلوتال كن يهن عسى يوم بلو ليستبابل يتشلال نبيوم شرقا سي كفلو على يوم بلو ليستبابل يتشلال تادا لذي الله مرجو هم مسلاچو قران نو نلو على فرجو قران است يالو ساينساويو غنيت يا ساينس تباب ቁርአን ውስጥ ያለው መሰል ተአምራቶች ቁርአን የአላህ ቃል የአምላክ ንግግር መሆኑ ይጠቁማል ኦኬ በቁርአን ካመንክ የነብዩ ነብይነት ጨረቃ መከፈላቸው ነብዩላህ ኢሳ ኢየሱስ ሙታን መቀስቀሳቸው ነብዩላህ ሙሳ ወንዝ መከፈላቸው ማን ይነግራል ሳይንሳዊ ተአምር የተሞላው ቁርአን ይነግራል እዛ ነው ቁርአን ሙዕጂዘቱን ኻሊዳ ዘልዓለም ለዛይ ዛሬ 1400 አመት ያቀረበበት ስታይል አለ ለዚህ ትውልድ የሚሰጣው የዛሬ 700 አመት ለነበሩት የሰጣቸው ነገር አለ ለወደፊትም ይከተላል እዛ ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ዶክተር ሞሪስ ቡኬ ታዋቂው ተመራማሪ ምሁር የሳይንስ ምሁር ምን ይላል ቁርአን ከደረሰበት የኡቀት ደረጃ ለመدرس መርምራችንን እኛ ሳይንቲስቶች ማፋጠን አለብን ይላል تأمرنا كل ما تلك مصحف
የቁርአን ተአምር የአላህ ቃል መሆኑን እንድታረጋግጥ ካደረገ የቀደምት ነብያቶች ነብይነት ማን ይነግራሃል? ቁርአን ራሱ ይነግራሃል። ያንዳንዱ ነብያት ተአምር ተሰጣቸዋል። ግን እዛው ህዝባቸው ዘንድ ነው የቀረው። ለትውልድ አልተላለፈ። ቁርአን ግን ተአምር ሙዕጂዘቱን ኻሊዳ ቀጣይ ነው። እስከ የውም አልቂያማ ተአምር እንደሆነ ይቀጥላል። ሁሌም ተስተግሪብ እና ዶክተር ዘግሩል ነጃ ብትከታተሏቸው ፕሮግራማቸው የሳይንስ ተአምር ሁሌ ነው የሚያወጡበት። ትገረማል። ሳይንስ እንዲደረስን ብሎ ማስፋውቂያ ሲያወጣ እኛ ቁርአን ውስጥ አለ ይሏቸዋል። ተአምር ነው። ሊዳ ሸውቂ ታዋቂው ገጣሚ ምን ይላል? አተነብዩነ ቢልአያት ፈንሰረመት وجئتنا بعظيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزيلهن جلال العتق والقدم شوق من الأتى النبيون نبيات شمدوا بآية فانصرمت بتأمر مدوا بتقاردا وجئتنا بعظيم غير منصرم أنت قل ما قارجا ذللو تأمر مدوا أهلنا آياته تأمراته أنكسوته كلما طال المدى جدد زمن بألف قطر يزيدهن جلال العتق والقدم كرما من لابس تلكنة من لابس تأمروا ما يلك زهل المتحيل أيالك من القرآن تأمر سبحان الله إن بروغرام لما الزجان جت يمس عافوته من بزاد قد يوم لتك ሳይንሳዊው ተአምር የቁርአንን ተአምር ወደ ውስጥ ለነካካላችሁ ይችላልው ኢንሻአላህ በጥልቅ ያዘው ምጥቀት የቋንቋው ምጥቀት የሳይንስ ዕውቀቱ ምጥቀት ጉድ ነው ምጥቀት ሆነ የቁርአን የሁላ ይዟል እስክትሉ ድረስ እንደ አዲስ ቁርአንን والله ይሄን ተአምር ከሰማችሁ በኋላ ቁርአንን ከዛ በኋላ ስትዙ መጽሐፍ ሳይሆን ያዛችሁ ሙዕጂዛ ተአምር እንዳዛችሁት ይሰማችኋል كل قالات يتسكاكا بتأمر يتعجب كلام الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى يسو لجوجهم لممرات يلاكو مزعفنو قول بلاتشو يا أيها الناس أن أنت يسو لجوجهي إني رسول الله إليكم جميعا وده اللاتشهم يتلاك أني ملك تنياني بلاتشو ما نيلاكو الذي له ملك السماوات والارض الىكو ما نو سماين مدرم بغزاتو سر يسو يهونت الله لكونيال بلاچو الى القران بزو تامرن يازا يا الله سبحانه وتعالى مصحف نو نغغرو نو تكلم به يتناغرو مش كلام جبريل بقال يتناغروا حرفا حرفا اسكي تامرون تنه لتقسلاح وسطو هازون يتامر عينتوچ اندنياو اعجاز العلم علماوي يساينس اوقات يتفر اوقات يهولو ما تكنولوجي اوقاتن قران استاغنيو الله اعجازه البلاغي يسنا صوف اغلالصو تامر نو يقوانقو اسكاكو بلاغ أقل على صور ستايوت إعجازه التصويري سئلاوي expressional the artistic expression of the Quran يا سئلاوي أقل على صور قلتنا قرآن سئلاوي أقل على صور يتأمر لمسالي سكي مسالي لستاتشو لمسالي عند مسالي عن ستشي عند تاريخ بترك الله وستاتشو لي مسال سئلي لم لمسالي سكي سمو ሰርጉ ደምቋል እቃዎቹ ጠረጴዛዎች ላይ ተቀምጠዋል ምጣቱ መጣጥቶችም እዛው ተደርድረዋል አስተናጋጆቹ ልብሳቸውን ለብሰው እንግዳ እየተጠባበቁ ቆመዋል ይሄን ብላውን ምናባቹ ውስጥ ሰርግ ቤት አይታያችሁ ያስተናግዱ የቆሙ ሰዎች አይታያችሁ ቁርአን ውስጥ ያለው ስዕላው ያገራለስ ከዚህ የመጠቀ ነው تأمر نعقل على النسو ليلة سنسوف لقول عند الرأي شلم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ككتمايتو كروك كتما
አንድ ሰው ይሮጥ አመጣ ይሮጥ ሰው ይታያቹ ነብያቶችን ሊያግዝ ይሮጥ ሲመጣ ومن الناس من يعبد الله على حرف كسوتش اكو الله اللهن حرف دار لي هونو من غزا حرف معناته دار صاف معناته بدل عفاف لي يودق على سي هونه ليتاياچ من اباوي سليلا سبحان الله عند تلك عالم زماناتين عند كتاب صاف ايشن تامر بواسبلكت اعجب تصوير الفني في القران الكريم له القران سئلاوي ጠባባው ያጋለጸ አንድ ኪታብ ጻፈ ያነሱ አንቀጾች ተአምር ነው መታዩት አላህ የቁርአንን ሐቂቃ ትርክክለኛ ተአምር ከሚያቆት ያደርጋል ትልቅ መጽሐፍ ነው ኢዕጃዙሁ ልፍክሪ አመለካከትን ሲነግር ጥልቅ ሳቦት ተአምር ነው መታየው ወታሪኺ ታሪካው ያከማመጡ ታሪክን ሲነግር የነብዩላህ ሙሳ ከፈርዖን ጋር የነበራቸው ጨዋታ ሌሎች ትውልዶች ያለው ሲነገረ ወልጂኦግራፊ ምድራዊ አቀማመጥ ሲዳስል ቁርአን ተአምራው ያገላልጻለው ወልገይቢ የሩቅ ምስጢር ሲያወራ ስለው መልኪያማ ስለሞት ስለምን የሩቅ ምስጢር ገና ያላየናቸው እሱ ተአምር ነው ወጥቢ ሳይንሳዊ ተአምርን ሲነገረ ህክምናዊ ወልዓደቢ ቁጥራዊ ተአምር الله كفكر بصفات اداس الله تعالى القران انينا مسلوچن بزو تامر يا زي الله كتابنا هونين كتاب بتكلاو قنوال هونين كتاب يهوتاچ ممر يا درغنوال الله سبحانه وتعالى فقادو كهنا بميكتلو برنامجاچ لي يهم بصفات انداسالن الله بميكتلو برنامج بسلام يغنانيال السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. القرآن يوحدنا لطريق الخير.